مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم طبعا انا عملت لكم طريقه المطبق تعرفوا انا زي ايش زي المدارس المتأخرة بالمنهج الان انا جبت لكم وصفه المطبق زي ما طلبتوها اول حاجه عندي هنا كوب دقيق جميع الاستخدامات وعندي ربع ملعقه خميره انتبهوا عدو اقل من ربع الملعقه طرف الملعقه الصغيره ورشه حبه البركه وكمان ربع الملعقة الصغيرة ملح كده طرف الملعقة وكمان شوية أني أستخدم نشا ملعقة صغيرة نشا تمام وهذا إضافة من عندي أضيف قليل كرات يعني شي بسيط ممكن تستغنوا عنه الكرات كده يعطيها طعم حلو كده أخلطهم تمام مع بعض الآن أضيف الماء بالتدريج ماء دافي طبعا كيف عجينة اللي هي المطبق أو المدربش نحن فعلا نسميه مطبق شوفوا المطبق عندنا هذا تمام او مدربش او بعضهم يسمونه عشر شوفوا اخلطه كده ولازم تكون الخلطه خفيفه بس مش خفيفه كتير لازم لما تقول يعني انا برويكم كيف لما تخلطوها لما تقول كده ترفعوها تنزلكم زي القطع ما تنزلكمش كده سائله مش زي عجينه اللقيمات لا لانه اذا كانت ثقيله العجنه بيطلع لكم مكتوم واذا كانت خفيفه بتشرب زيت وكمان اللي يخليها تشرب زيت اللي هو الخميرة إذا زادت الخميرة بالمطبق يشرب زيت المطبق وإذا كانت خفيفة كثير شوفوا كيف قوامة كيف أخبطة شوفوا كيف اجلسوا خبطوها خبطوها كيف تطلع حلوة كل ما انخبطت كده شوفوا كيف تنزل زي الوصل شوفوا لما أرفعه الآن شوفوا أني خلطة الآن وشوفوا كيف لما أجي أنا تنزل كده وصلة وصلة ما تنزل سائل كده على طول لما أجي أرفع يدي وصلة وصلة الان بجيب اي ملعقة كده لأن لانه بقول لكم هذه الملاعق السيليكون تنزل كل حاجة فيها البركة اي شيء معلق عندكم صوصات او كده استخدموها كل شيء تبعد لكم افضل من اي ملعقة خلوه يتخمل كده ربع ساعة نص ساعة وكده بس قلبوه كده باليد يعني خرجوا الهواء وهنا سخنوا الزيت حموا الزيت بس ما تخلونوش كتير حامي وسط الزيت اقل من انكم بتقلوش بس لانه ده كان الزيت حامي كتير ما بت... بتكون طرية وكمان ما بت... بتشرب زيت إذا كان حامي كثير لكن يكون وسط يعني دافي الزيت بحيث أنكم لما تحطوا القطع لما تكوروها كده الآن تلقموها ما تتحمرش على طول لا لازم ما تتحمرش على اذا كانت على طول نزلتوه حبه وتحمرت تعرفوا انه الزيت حامي لا تعم... لا تكملوش خلوه يبرد هو المفروض بس تلقموها اول ما تحطوها شوفوا تقش تطلع على طول ترتفع هذا هو الصح وعشان تنزل معاكم بالتلقيم يعني بسرعة أما تبلو يدكم بالماء أو بزيت تمام عشان بسرعة تنزل معاكم ما تتلصقش الخلطة أو العجينة حق حق المطبق ولازم الآن خلص خلصتوا كامل عبيتوا تمام القدر حق الزيت يعني مقلة الزيت ارفعوا النار وبدأوا قلبوها لازم التقليب تقليب المستمر ليش التقليب المستمر عشان تتحمر من جميع الجهات بس ارفعوا النار شوية وقلبوها قلبوها لانه اذا اتحمرت جهه وجهه ما اتحمرتش الجهه اللي تحمرت بتكون مقرمشه والجهه اللي ما اتحمرتش بتكون رطبه طريه بعد كده ما تتحمر كامل شوفوا كل الجهات متحمره خلاص صفوها هذه بتطلع لكم احلى مطبق او احلى مدربش بتاكلوه مقرمش مش شارب زيت حاجه جدا روعه اذا وصلتوا الى هنا للفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناه تفعيل جرس الاشعارات ولايك وكومنت حل منكم تمام شوفوا الان انا قلي يعني قدو خلاص قليت المطبق قلت يلا نقلي ايش سمبوسه البيف هذه المره قلت لكم اني متاخره بالمنهج عارفين متى عملت سم... رقاق السمبوسه عملته 25 رمضان وب... وبداية رمضان واني بس السمبوسه البف هذه العجينه الباف او البيف يعني هذه الهلال يسمونه نص هلال في عدن هذه أو العجينة أو سمبوسة عجينة يسموها مدري في بعضهم إيش تسموها هذه لي يعني من بداية رمضان إلى خمسة وعشرين رمضان لا قمت واستحيت على نفسي سويت لي رقاق والحمد لله وهذا شفوت حقي الشفوت موجودة طريقته وما شاء الله أحلى مطبق اسمعوا بس الصوت أكيد دامه في مطبق في صوص حمر أو كمان أو نعمل صوص البسباس العدني. نعمل البسباس عدني مع مع ملح الليمون أو مع ليمون أو مع خل كذا وبسباس عدني كذا وثوم ويا سلام. مرات نخلط معه كذا قرني بسباس نحن نقول عرق بسباس. ويطلع يا سلام البسباس هو الفلفل. نحن في عدن نقول له بسباس يعني في اليمن كله يقولوا له بسباس. وانتم ايش سموه في اسماء يعني يعني في مرات الأسماء المختلفة، مثلا هنا في مصر الهيل يقولوا له ح... ح... حبهان، وهنا شوفوا رأي زوجي، طبعا مطبق تقريبا له ساعة، شوفوا ما شاء الله، ولا حتى حطيت تحته ورقة، شوفوا كيف، ولا شارب زيت، ولا شيء، رهيب، اشتكم بس تقربوه، وطبعا بعد الفطور يجي السحور. وكمان السحور عملت محشي وبس ايش مش, مش اي محشي الخضار في مصر تجنن ذكرني باليمن صراحة ايش الكوسة اول شي تنطبخ بسرعة الخضار ولذيذة بشكل سبحان الله يعني الخضار غير في مصر لذيذة ما شاء الله كل واحد كل نوع احلى من الثاني وعادو المحشي ما شاء الله طبعا انا قلت لزوجي جولي لي صغير زي حق زي ما اشوفهم البدنجان اللي اشوفه فهو اختار ما الا هذا قال ما, ما لاقتش صغير وقبلي هذا هو قابلي بدنجان طويله حق إيش يستخدموها بالمخلل بس هذا كمان ينفع ايش والفلفل الرومي رهيب وحتى الفلفل الاخضر محشي الفلفل الاخضر احلى واحلى بس والله هذا كان سحورنا كذا زينت كذا الصحن طبعا عشان الصايم كذا ما يعطش كله خس كثير هنا الخس الخس الكوبتشي الكوبتشية او الكثير حلو يعني دائما اقطع خس اقطع خيار جزر عشان ايش عشان يعني الخضار شوف الخيار والخس يقلل من العطش عرفتوا كيف لانه الجو بارد ما فيش ذاك العطش كثير اكيد بتقولوا هدى ما لي الان نزلت هذا الفيديو عادي هذا الفيديو ينفع للصايمين صيام الست والقضاء باذن الله آه والله يعين نحن يا رب كلنا وبس والله بالعافيه ليكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه تفعيل جرس الاشعارات ولايك وكومنت حلو منكم